بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير وحياكم الله احبابنا ويا هلا مرحبا فيكم ونمسي عليكم بالخير وننطلق معاكم برنامجكم سوالف الديره على الهواء مباشره عبر شاشه الجميع تلفزيون الراي. اليوم راح انطلق معاكم موضوع كان في الاسبوع الماضي وهي قصه انسانيه لفتاه فرنسيه عمرها تقريبا 14 عام. توفت بالكويت ووالدها وافق على التبرع باعضائها لانقاذ حياه ثلاث كويتيين. هذه القصة اللي الأغلب اطلع عليها، فيها معاني إنسانية كبيرة جدا وسامية، وتفتح هذه القصة وهذه القضية وهذا الموضوع يفتح ملف تبرع الأعضاء من جديد، خصوصا هناك من يتفق هناك من يختلف في هذا الموضوع، ويوجد الكثير من المرضى عافاهم الله بأمس الحاجة لبعض الأعضاء حتى يستكمل حياته من جديد. يعني اليوم راح نتطرق لهذا الموضوع وهذه القضية ونتعرف من خلاله على عدد الكويتيين اليوم المستعدين للتبرع بأعضائهم بعد الوفاة، وأيضا عدد المحتاجين والعمليات اللي قاعدة تتم عندنا بالكويت، وهذه العملية وين تمت بالضبط وحكايتها الدقيقة، مع ضيفنا رئيس قسم زراعة الأعضاء بمركز حامد العيسى لزراعة الأعضاء ورئيس الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء الدكتور مصطفى الموسوي. دكتور مصطفى مساك الله بالخير وحياك الله. مساكم الله بالخير وحياكم الله والجميع المشاهدين. طبعا بالبداية دكتور لما نتعرف على حكاية هذه الفتاة اللي توفت بالكويت وهي الفتاة الفرنسية. احنا طبعا موضوع توفير الأعضاء من الوفيات هذا موضوع مهم جدا، بدون توفير الأعضاء من الوفيات ما نقدر نوصل إلى الاكتفاء الذاتي في زراعة الأعضاء. طبعا بالنسبة للتبرع أثناء الحياة محدود جدا، يعني فقط بالكلى وجزء من الكبد، ولكن التبرع بعد الوفاة يمكن التبرع بأكثر من عضو وبالتالي إنقاذ أكثر من مريض. يعني المتوفى الواحد قد ينقذ حتى 6 أو 7 أشخاص، أما من الموت أو من المرض. إحنا بدأنا هذا البرنامج، برنامج توفير الأعضاء من الوفيات، في عام 1996. وإلى الآن أو إلى نهاية العام الماضي قدرنا نحصل على 999 عضو ونسيج. لما نتكلم عن نسيج مثلا قرنية العين، هذا نسيج لا يعتبر عضو. من كم متبرع بعد الوفاة؟ من 307 متبرعين بعد الوفاة. طبعا الآن مع السنة هذه الأعداد زادت، فصار عندنا فوق 1000 مريض استفادوا من هذه الأعضاء ومن الأنسجة. فالعملية مهمة جدا، وجميع الدول التي لها نشاط قوي في مجال زراعة الأعضاء عندها برنامج قوي جدا لتوفير الأعضاء من الوفيات وليس فقط من الأحياء، لأن الأحياء العدد يكون محدود والأعضاء محدودة. لا، المتبرعين تقول عنهم دكتور 307 المتبرعين من الأحياء ولا من المتوفين؟ من الوفيات، احنا قاعد نتكلم فقط عن الوفيات. الوفيات الآن احنا عندنا متبرعين بالكلى من الأحياء، بس بالنسبة للوفيات أكثر يعني مجموعة من الأعضاء. فإحنا قاعد نتكلم عن 307 متبرعين من الوفيات منذ بداية البرنامج، وأخذنا أكثر من 999 عضو ونسيج حتى نهاية العام الماضي. إحنا عندنا طبعا منسقين في مستشفيات الكويت لمتابعة أو لتبليغ عن جميع حالات الوفاة الدماغية، ثم متابعة هذه الحالات و مقابلة الأقارب المتوفى والحصول على الموافقة للتبرع بالأعضاء. بالنسبة للحالة هذه بالذات، هي حالة أول شيء في ظروف الفيروس، يعني ظروف كانت غريبة جدا. لأن احنا تقريبا وقفنا برنامج زراعة الأعضاء من بداية الفيروس، بس في الحالة بالذات يعني كان لازم نتحرك. ليش؟ طفلة صغيرة توفت عمرها 14 سنة، ما كان فيها شيء، فجأة نزيف الرأس وأغمى عليها، أحضرت المستشفى، توقف قلبها، وبعدين تبين عندها نزيف بالرأس ووفاة دماغيا. في نفس اليوم تم إبلاغنا أن هناك بنت عمرها 12 سنة في مستشفى العدان وتحتاج إلى كبد بشكل مستعجل جدا، يجب إجراء العملية خلال أيام وإلا
يكون مصيره الوفاة. فقمنا نتحرك احنا. اول شيء قابلنا والد الطفلة بعد ما تم شرح الوفاة الدماغية له، وإنسان مهندس فرنسي ويشتغل في مجال النفط ومثقف جدا يعني. فيوم كلمناه كان يعرف عن الوفاة الدماغية، وقلنا له عندنا طفلة صغيرة بحاجة إلى الكبد، وعندنا أطفال بحاجة إلى الكلى، القرار قرارك. فقال أنا بنتي كانت كريمة جدا وكانت تحب مساعدة الآخرين، وبالتالي أنا موافق نكلم والدتها. ويوم الثاني كلمنا والدتها وأخذنا موافقتها، وبالتالي بدأنا نتحرك. أول حركة كان أن شلون نزرع الكبد للطفلة، وبرنامج زراعة الكبد كان متوقف في الكويت. فتم الاتصال بالوزارة، الأخوان في زراعة الكبد في الكويت دكتور حسين المحميد رتب مع مستشفى العسكري في الرياض، ثم تم إبلاغ الوزارة وتم ترتيب إسعاف جوي لنقل البنت إلى الرياض، وفعلا تم ذلك. كان عندنا طفل عمر 4 سنوات، وكانت مسوي فحوصات في مستشفى الدمام. الأطفال في السن عادة احنا نبعثهم للدمام، لأن ما عندنا برنامج لزراعة الأطفال دون 15 كيلو من الوزن. فقلنا أيضا نقدر ناخذ كلية لهالبنت هذه. أيضا كان مشكلة شلون توصل للدمام مع والدينا، بس الحمد لله تيسرت الأمور بالتدريج مع السفارة ومع الجهات المختصة، وتمكنوا من الحصول على موافقة على عبور الحدود والوصول إلى الدمام. ثم تم الاتصال بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء، وحضر فريق سعودي من مستشفى العسكري إلى الكويت، وتمت العملية. تم أخذ كبد وكليتين، كلية راحت للطفلة الكويتية اللي في الدمام، الكبد للطفلة الكويتية التي في الرياض، والكلية الثانية تم زرعها لشاب صغير في مقتبل العمر في الكويت. الحمد لله عملية كانت ناجحة. الشاب اللي زرع عندنا في الكويت ترك المستشفى أمس بصحة جيدة. البنتين في السعودية وضعهم جيد، وإن شاء الله راح يخرجون من المستشفى إن شاء الله. دكتور يعني بارك الله فيكم على هذه الجهود الجبارة، لكن أحب يعني أتوقف عند هذه النقطة، بأن من أجريت لهم العمليات أو من استفادوا من هذه الأعضاء من الفتاة الفرنسية هم كويتيين، ولكن تمت العمليات كلها خارج الكويت. لا مو كلها، عملية كانت في الكويت، عملية في الرياض، عملية في الدمام. طبعا احنا نجري عمليات الكلى بشكل روتيني في الكويت، وحتى للأطفال إذا كان أوزانهم مناسبة. بالنسبة للطفلة اللي بغت تروح الدمام لقت صعوبة، يعني أهلها لقوا صعوبة كبيرة في انتقال إلى الدمام، فإحنا جبنا مريض آخر وجهزناه، قلنا راح نسوي الكليتين في الكويت. بس الحمد لله متيسرت أمور الطفلة، وقلنا هذه كلية طفلة صغيرة فلازم نعطيها للطفلة صغيرة أيضا، فهذا اللي صار وتمت العملية في دمام. لا لكن إحنا بالكويت أقل من 15 كيلو ما نجري العملية، يعني إحنا زراعة الكلى للأطفال دون 15 كيلو يبيلة تيم خاص بالنسبة لزراعة الكلى للأطفال، مو متوفر عندنا بالكويت الآن، مو متوفر لأن الأعداد قليلة، فالأفضل لو نبعثهم للدمام. بس إن شاء الله خلال العام المقبل راح ننشئ برنامج لزراعة الأطفال دون 15 كيلو في الكويت بإذن الله إن شاء الله. وبالنسبة لزراعة الكبد ليش متوقفة بالكويت؟ زراعة الكبد متوقفة لأن زراعة الكبد تجرى في مستشفى جابر، تدرون مستشفى جابر الآن هي مركز للفيروس، وكل المرضى يدشون هناك، فللأسف البرنامج الآن متوقف إلى أن تهدى الأمور ويرجعون إلى العمل في مستشفى جابر إن شاء الله. التبرع بالأعضاء هذا البرنامج منذ عام 1996 فقط للي يتوفى دماغيا أم ممكن تعرض لحادث؟ من الوفيات التبرع. نعم، أما حادث أو نزيف الرأس بس. نعم. طبعا تبرع بالأعضاء بدأنا من سنة 79 هم بدأ برنامج زراعة الأعضاء في الكويت، بس من الوفيات 96 بدأنا البرنامج، وأنشأت وحدة خاصة في 2010، وعندنا تيم متنقل يلف على المستشفيات. نعم. لمتابعة حالات الوفاة الدماغية. إذن هذا الملف هو مشروع وقانوني وما في أي إشكالية، وزارة الصحة الكويتية تعلم بذلك وما في أي مشكلة. إذن ليش ما نجد هذا الملف على الساحة بثقافته بانتشاره عند الناس؟ يعني الناس قد تستغرب، البعض الآن يشاهدنا يستمع يقول معقولة عندنا بالكويت من يتوفى يقدر يتبرع بأعضائه؟
مقارنة بالأعداد اللي موافقين اليوم على التبرعات. أعتقد راح تذكر لي الرقم مقارنة بالأعداد اللي موجودة عندنا هنا بالكويت، رقم بسيط جدا. هل أنتوا يعني نشرتوا هذا الموضوع بشكل أنتوا راضين عنه؟ شوف، القانون الكويتي من سنة 86 يسمح بأخذ الأعضاء من الأحياء ومن الوفيات، فعندنا قانون من أقدم القوانين في منطقة الشرق الأوسط. البرنامج من 96 قاعد ناخذ أعضاء من الوفيات، وتم أخذ أعضاء من عدد كبير. أنا ذكرت لك 307 متوفى، فيهم كويتيين وفيهم غير كويتيين. يعني صراحة أن كان عندنا ثلاث حالات سابقة، أطفال كويتيين توفوا وأهاليهم وافقوا على التبرع بأعضائهم، فهذه مو أول حالة. بس أول حالة اللي صارت الموضوع الكبد وموضوع الطفلة الصغيرة وظروف كورونا وغيره، فصار إيه، وقلنا نستفيد من هذا كنوع من الوعي بين الناس. نعم. هذا الموضوع هذا يحيي حياة إنسان، يحيي الإنسان. نعم. موضوع التبرع بالأعضاء، فالموضوع مو جديد، يعني موضوع قديم، ولكن احنا صارنا فترة توقفنا عن العمل، الآن بدأنا نشاطنا مرة ثانية وإن شاء الله راح يستمر هالنشاط. يعني بالمناسبة انت قلت الأعداد قليلة. نعم. احنا عندنا تقريبا 13,000 شخص في الكويت يحمل بطاقات التبرع. نعم. وإذا نظرنا لعدد المتبرعين بعد الوفاة لكل مليون نسمة، الكويت هي الأولى على مستوى الدول العربية، والثالثة بعد إيران وبعد تركيا على مستوى الشرق الأوسط. فالأعداد مو قليلة، بس مع ذلك قليلة. جميع دول العالم عندهم نقص في الأعضاء، جميع دول العالم ما وصلوا إلى الاكتفاء الذاتي. في الولايات المتحدة الآن أكثر من 110 أشخاص، 100,000 شخص ينتظر، مريض ينتظر الحصول على أعضاء مختلفة. فالنقص في الأعضاء هذا نقص دولي. احنا في الكويت امورنا الحمد لله احسن من بقيه الدول، ولكن هناك نقص، ويجب ان يزيد عدد المتبرعين وعدد حاملين بطاقات التبرع في الكويت. طيب، الاعضاء اللي مسموح لها بالتبرع، هي كل اعضاء الجسم ام فقط في اعضاء معينه ومحدده؟ يعني شوف، الانسان لما يتوفى مجموعه من الاعضاء ممكن الاستفاده منها، طبعا اذا كانت سليمه. الكليتين لشخصين لمريضين، القلب لمريض، الكبد لمريض أو مريضين. مرات الكبد يقسم إلى جزئين خاصة للأطفال. الرئتين يمكن التبرع بها، البانكرياس، الأمعاء للمرضى خاصة الأطفال اللي عندهم عدم امتصاص الطعام يمكن يحتاجون زراعة الأمعاء. الأنسجة يمكن استفادة من القرنية، يمكن استفادة من العظام، يمكن استفادة من الغضاريف، في أمور كثيرة يمكن الاستفادة منها. بدل ما هذه الأعضاء والأنسجة التي لا تقدر بثمن، بدل ما دفنها وتخلص منها، يمكن الاستفادة منها لإنقاذ المرضى، إذا مو من الموت على الأقل من المرض. طيب، هل إحنا عندنا بالكويت الفرق الطبية اللي تتمتع بالاستفادة من كل هذه الأعضاء اللي بعد الوفاة وفق هذه الهوية والبطاقة اللي وقع عليها الإنسان يتبرع بعد وفاته؟ هل فعلا عندنا الفرق هذه جاهزة؟ لا، ما عندنا. احنا طبعا زراعة الكلى عندنا من سنة 79، وكنا أول دولة خليجية تجرى فيها عمليات زراعة الكلى. زراعة الكبد تأخرت كثيرا يعني، وبدأ برنامج جاد قبل سنتين 2018، أجري 4 عمليات بواسطة فريق زراعة الكبد في مستشفى جابر، دكتور محمد جمال ودكتور حسين المحميد، دكتور منصور الغانم. نعم. والعام الماضي تم إجراء 6 عمليات زرع كبد، يعني فقط 10 عمليات. طبعا السعودية متقدمة كثيرا في هذا المجال، ومن سنين يجرون العمليات، وإحنا كنا نبعث مرضانا إلى السعودية لزراعة الكبد في السعودية بأكباد يتم توفيرها من الكويت. زراعة القلب مثل ما تدرون أن في أول عملية صارت العام الماضي، وإن شاء الله هذا البرنامج راح ينمو. زراعة الرئة ما عندنا، ويجب أن نسعى لزراعة الرئة في الأعوام القادمة إن شاء الله. إحنا متأخرين في بعض في بعض أنواع الزراعة، ولكن إن شاء الله راح إيش اسمه، يعني شوف، على مستوى الخليج هي السعودية هي الأولى في هذا المجال. نعم. ثم الكويت، وبعدين قطر والإمارات وبقية الدول. نعم، راح أستكمل حواري مع حضرتك ونتعرف على أسباب هذا التأخر، وأن كنا أول الناس في هذه القوانين وغيره.
بعد الفاصل إن شاء الله دكتور. فاصل مشاهدينا ولا نعود، ابقوا معنا. دكتور مصطفى حياك الله معنا بعد الفاصل. دكتور، هل احنا من اول الناس اللي انشأنا هذه القوانين وتحدثنا عن زراعة الاعضاء والتبرع بالاعضاء وبعد الوفاة سبقنا الدول الخليجية، واليوم هي تتقدم علينا في عملية الزراعة والعمليات الجراحية لنقل الاعضاء؟ احنا طبعا في مجال عدد المتبرعين بعد الوفاة احنا في مقدمة دول الخليج. في نعم. موضوع زراعة الكلى احنا من الأوائل وما زلنا نجري عدد كبير من العمليات. نعم. تأخرنا كثير في زراعة الكبد. نعم. أنا قبل 20 سنة كنت أراسل الوزارة وأشجعهم على إنشاء برنامج لزراعة الكبد، بدل ما يشجعوني كانوا يحبطوني. وزارة الصحة السابقة. اي نعم. ايه؟ الإدارات السابقة للأسف ما كانت متحمسة لهذا الموضوع بتاتا، كان يقول دزوا المرضى برا وخليهم يزرعون برا. ليش دكتور، متخوفين ولا عدم ثقه بالكادر الكويتي؟ يعني خلاص ما لهم خلق يبدون برنامج، يقول ابعثه برا. تدري المريض اللي كان يروح برا ينتظر للحصول على الكبد كان ينتظر سنه وسنتين، وكانت التكاليف مع الزراعه ومع الانتظار ومع الكذا توصل الى مليون دولار لكل مريض، وفي مريض وصل التكاليف اكثر من مليونين دولار. مع ذلك الوزاره لم تكن في إنشاء البرنامج. كلمناهم عن زراعة البنكرياس ما كانوا جادين، بس الحمد لله الشباب اللي كان عندي دكتور حسين حياتي، دكتور هاني حيدر، ودكتور عدنان صادق، بدأوا زراعة البنكرياس وأجروا 13 عملية، وكانت العمليات الحمد لله جيدة وناجحة. لهذا نحتاج أن الوزارة حالياً، الوزارة الحالية أو المنظومة الحالية، الوزير والوكيل يختلفون عن الماضي، والحمد لله في تشجيع قوي جدا في إنشاء هذه البرامج. البرامج هذه مكلفة للدولة، مكلفة على الدولة البرامج إنشائها. والله راح توفر على الدورة ملايين الدنانير، صدقني. ممتاز ممتاز. ملايين، وبعدين توفر على المرضى معاناة الانتظار سنة وسنتين ثلاثة في الخارج. والغربة وغيره وجلوسه بين أهله وأحبائه هني أكيد أفضل. صحيح. طيب. يعني الحمد لله إحنا عندنا عدد كافي من المتبرعين بعد الوفاة. طيب. وبإمكان إجراء مثلاً حوالي 20 عملية زرع كبد سنوياً، وهذا عدد كلش جيد يعني. نعم. طيب دكتور، أرجع حق سؤالي أنا اللي طرحته لك بعد الفاصل مباشرة. سؤالي الله يسلمك، إحنا أي سنة بدأ عندنا مشروع وقانونية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟ احنا قلنا من سنة 86 في قانون الكويت لزراعة الأعضاء. نعم 86. هل كان في دولة خليجية تسبقنا في هذا الموضوع؟ لا، احنا كنا اول دولة خليجية. طيب. وبعدين البحرين خذوا قانون بس غيروا اسم صاحب اسمه، نفس القانون الكويتي. فاحنا كنا اول دولة يطلع فيها قانون جميل بالنسبة لزراعة الأعضاء واخذ الأعضاء من الوفيات. نعم، احنا من 86. طيب، واليوم متقدمة علينا بعض الدول الخليجية وعلى رأس المملكة العربية السعودية في زراعة الأعضاء، وإحنا من 86، ومن 86 ليومك إحنا متفوقين في الكلى فقط وعملية القلب اللي كانت قبل سنة تقريبا. لا، عملية القلب هذه عملية واحدة، إحنا مو متفوقين عملية واحدة. في عملية مو متفوقين، عملية واحدة يعني إحنا اليوم بس فقط نتحدث على كلى متفوقين فيها. صحيح. كلى وعدد توفير الأعضاء من الوفيات إحنا متفوقين على. نعم. مو بس الدول الخليجية، كل الدول العربية. يعني احنا عندنا لكل مليون عندنا حوالي 7 أو 8 متبرعين. جميل. ثاني دولة بعدنا في الخليج المملكة العربية السعودية عندهم 4 لكل مليون. طيب، كيف تعالج هذا التناقض اليوم في ظل ان احنا اول دولة في عدد المتبرعين خليجيا وعربيا واقليميا الثالث تقريبا، في مقابلة ان لا يوجد عندي كوادر طبية تتعامل مع هذه الاعضاء؟ لا، احنا عندنا كوادر طبية، يعني بالنسبه للكبد عندنا كوادر طبيه، وكان عندنا باقي الاعضاء دكتور، باقي الاعضاء عفوا اللي اشرت لها قبل قليل، يعني باقي الاعضاء. بالنسبه للكبد عندنا كوادر، بالنسبه للكبد والبانكرياس. شوف بالنسبه لزراعه الاعضاء اكو اعضاء فوق الحجاب الحاجز وتحت. نعم. احنا كجراحين عموميين
ما لنا شغل في زراعة القلب، هذا شغل أطباء القلب، احنا مو شغل يعني زراعة الكلى وزراعة الكبد وزراعة البنكرياس. من 20 سنة احنا عندنا أطباء ذهبوا إلى الولايات المتحدة وإلى كندا وتمر ودرسوا وعملوا في مجال الكبد، وكتبنا للوزارة وما لقينا أي تجاوب. هذا المشكلة يعني. نعم الآن الحمد لله في تجاوب. بالنسبة لزراعة القلب عندنا أطباء اشتغلوا في مجال زراعة القلب وبإمكانهم إجراء هذه العمليات، وبدأت العمليات هذه العام الماضي، وإن شاء الله راح تستمر وراح ينمو هذا البرنامج. طبعا موضوع الفيروس هذا أجل كل شيء، بس نعم إن شاء الله عن قريب نعم يبتدأ. نعم ختاما دكتور، عدد المنتظرين اليوم لبعض الأعضاء كم عددهم تقريبا، وكيف آلية التعامل معهم، الأولوية لمن؟ احنا طبعا عندنا عفوا فوق ال 500 شخص على قوام الانتظار للحصول على كلى فقط وبنكرياس. احنا عندنا قائمة، نعم كل شخص يضاف، كل مريض يضاف في القائمة يحصل نقاط على حسب ايش كثر فترة انتظاره، على حسب عمره. الأطفال نعطيهم نقاط، الأطفال والشباب نقاط أكثر من كبار السن، على حسب الحالة المرضية. أكو بعضهم عندهم مشاكل مع الغسيل يحصلون نقاط إضافية، هل تم زراعة كلى لهم في السابق ورجعوا إلى الغسيل، هذا نقاط إضافية. المضادات اللي في الدم أيضا لها نقاط إضافية، فبالتالي كل شخص يوضع على قوام الانتظار يحصل نقاط، وبالتدريج يصعد إلى رأس القائمة، ويكون هو الذي سيستلم هذه الأعضاء. يعني مثلا ما فيها واسطة، الناس تعتقد أن الموضوع في واسطة، ما في واسطة في الموضوع، كل واحد وحسب نقاطه. ومختبر الأنسجة، مختبر الإيمينولوجي اللي هو تطابق الأنسجة، أيضا هو له القرار النهائي بالنسبة للأعضاء ومن هو الأصلح لاستلام هذه الأعضاء حسب تطابق الأنسجة. نعم رئيس قسم زراعة الأعضاء بمركز حامد العيسى لزراعة الأعضاء، ورئيس الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء الدكتور مصطفى الموسوي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا دكتور، كل الشكر لضيفنا الكريم. بعد الفاصل مستمرين إن شاء الله. في عام 1916 يعني حظيت المرأة الكويتية بحق التعليم والقراءة على يد المطوعة. في عام 2005 تم منحها حقوقها السياسية. اليوم 8 نساء تقريبا، 8 عددهم، نجدهم في السلك القضائي كأول قاضيات في تاريخ الكويت. هذا باختصار يعني سريع لمسيرة المرأة الكويتية اللي لا يمكن أن تحقق هذا النجاح لولا وجود العديد من العوامل اللي بالتأكيد مهدت لها في مقدمتها تطور هذه المنظومة التشريعية. يعني إن فعلا كانت مطورة هذه المنظومة التشريعية اللي ساعدت المرأة اليوم في تولي العديد من المناصب، سواء داخل الكويت أو تمثيلها للدولة خارج الكويت بمؤسساتها الحكومية ووزاراتها الحكومية، هل فعلا يعني فعلا هذه المنظومة مطورة أو لا؟ لكن بالتأكيد أنا ساعدت المرأة بالشيء الكثير، وأيضا العوامل الاجتماعية اللي أعطت الفرصة أمام العديد من الكفاءات النسائية في البلاد حتى تتبوأ أعلى المراكز مثل ما ذكرنا محليا وعالميا. اليوم أيضا بالتأكيد لا ننسى دور الشقيق الرجل للمرأة في مساندتها وفي دعمها لنيل كامل حقوقها، ناهيكم عن الحقوق السياسية، لكن هل فعلا اكتملت هذه الحقوق؟ هل فعلا نالت المرأة كل هذه الحقوق؟ هل فعلا المرأة استفادت من هذه الحقوق؟ هل فعلا المرأة طورت على هذه الحقول الجديدة اللي دخلت فيها واللي كانت تطالب لوجود لها في هذه المجالات المختلفة واليوم حصلت عليها؟ هل فعلا هي طورت منها؟ بالتأكيد المرأة حققت شيء الكثير، عندها إنجازات، في إنجازات على المستوى المحلي، إنجازات على المستوى الخليجي، إنجازات على المستوى العربي وعلى المستوى العالمي.
هل ستضيف المرأة شيء جديد؟ هل هي إضافة لهذا السلك الجديد وهو السلك القضائي؟ الفعل اليوم السلك القضائي بحاجة إلى وجود المرأة. هناك من يتفق، هناك من يختلف. نتحدث حول هذا الموضوع مع ضيفتنا ومن خلال قبولها هذه الدعوة عبر الاتصال الهاتفي، وهي الوزيرة الأسبق الدكتورة موضي الحمود. مساء الخير دكتورة موضي، وحياك الله ويا هلا مرحبا فيك. مساء الخير عليك وعلى مشاهدين قناة الراي، وشكرا لهذه الاستضافة. حياك الله وشكرا لقبولك هذه الدعوة. يعني بالبداية من وجهة نظرك كيف تقيمين وكيف ترين هذه الخطوة في تعيين وتنصيب المرأة الكويتية في السلك القضائي؟ أمانة هذا القرار في تنصيب المرأة في السلك القضائي هو قرار تاريخي بمعنى الكلمة. لا ننسى أن يمكن تاريخ القضاء في الكويت صار له 3 قرون، فأن يأتي هذا القرار بعد 3 قرون من تاريخ القضاء في الكويت فهذا لا شك يعني شيء نعتز فيه، وهو بالتأكيد إضافة إلى سجل الكويت الطموح في تمكين المرأة ودعم القيادة السياسية دائما للمرأة وحقوقها، ولا شك أنه إضافة متميزة لسجل المرأة في الكويت. يعني من كل الجوانب لو نظرت له هذا القرار هو تاريخي. نعم، وأيضا حضرتك تعلمين بأن هذه المهنة هي كانت حكرا على الرجل لسنوات طويلة و3 عقود مثل ما ذكرتي حضرتك. يعني هل تعتقدين بأن اليوم فعلا المرأة قادرة على منافسة الرجل في هذا السلك تحديدا، ومن هو الذي يحتاج الآخر؟ هي ما هي عملية منافسة بتركي، هي عملية تكامل في الأدوار بين المرأة والرجل. ولا شك أن يعني تطورت الآن المرأة الكويتية في كثير من المجالات، ولا ننسى صحيح أن لها الحظ والنصيب الأكبر حتى في المؤسسات التعليمية العليا. نعم، لا ننسى الآن عندنا تقريبا 700 محامية مسجلة في جمعية المحامين غير القير مسجلات. أيضا تولت المرأة منصب وكالة النيابة في 2014 22 محامية، ثم 2019 20 محامية. يعني عندنا تقريبا فوق ال 42 وكيلة نيابة. هذا تدرج واضح ويعني متميز. نعم، أعطاها الآن الحق في تقلد منصب القضاء، ومثل ما قلت مع دعم القيادة السياسية لها وإيمان المجلس الأعلى للقضاء، ونشكره في هذا بتعيين القاضيات. لا نعم شك يعني هذا شيء ممتاز. نعم، ماذا تردين على القادم الأيام؟ قد يكون هناك من يشكك، يعني هناك من يشكك بقانونية ودستورية هذا القرار، هناك من يرفض تعيين المرأة في هذا المنصب، هناك تصريح واضح ومعلن من الحكومة ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعدم جواز، لا يجيز الشرع يعني تنصيب المرأة وتولية المرأة لمنصب القضاء. أرجو أن ما ننسى ولا يغيب عن ذهننا أن هذا الموقف كان موجود أيام لما قلدت المرأة في 16 مايو 2005 مكنت من حقوقها السياسية، تذكر هذا الشيء. نعم، أيضا لما أصبحت وزيرة أيضا كان هناك أثير هذا الموضوع. نعم بالضبط، هناك معارضين ولهم الحق في المعارضة، ولكن هناك أيضا فسحة كبيرة من الشرع ومن القوانين المدنية ما تتيح للمرأة تولي مثل هذا هذا المنصب. يعتبر أو يعتبر المعارضون هذا المنصب كولاية، جزء من الولاية العامة، ما الوزارة ولاية عامة أو جزء من الولاية العامة. أيضا النائب في مجلس الأمة له حق في إصدار التشريعات والقوانين وهي جزء من الولاية، لذلك القضاء لا يستثنى، فهو أيضا مكمل لهذه السلطات الثلاث سواء كانت التنفيذية أو التشريعية، والسلطة القضائية هي السلطة الثالثة بالدولة. فالمرأة في يقيني بأنها ستثري هذا السلك وستزيد يمكن من منظور آخر، ستنظر للقضايا خاصة قضايا الأحوال الشخصية قضايا المرأة من منظور آخر، ومتأكدة أنها سيكون يعني أنا متأكدة سيكون لها
إن شاء الله إضافات متميزة في هذا المجال. نعم، البعض يعني يحاتي هذا الموضوع دكتورة بأنه يقولك ممكن أنه يطعن في هذا القرار وغيرها من المحكمة الدستورية، وأيضا أغلب مواد تنظيم أعضاء السلطة القضائية دائما تأتي بموادها مسميات رجال القضاء رجال القضاء رجال القضاء، فكان الأولى والأجدر هناك من يرى ويقول بأن يفترض أن تعدل هذه المواد ومن ثم يتم إصدار هذا القرار وتعيين المرأة. لا تأتي المرأة اليوم في القضاء وكل المواد واللائحة التنظيمية لهذه السلطة تذكر باسم رجل القضاء صراحة. يعني إذا 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 المانع فقط هو كلمة رجل، فهذا لا ننسى أن المناصب في إطلاقها لا تؤنث. يعني إحنا لما نقول وزير، الوزير يعني الوزير والوزيرة، ولما نقول نائب مجلس الأمة فهو النائب والنائبة. فعموما إذا كانت فقط المعارضة تأتي من المسمى فهذا شيء بسيط يمكن تجاوزه وممكن تغييره. من يتقلد هذا المنصب هو قاضي، سواء كانت امرأة أو رجل، يقضي إن شاء الله بالعدل بين الأطراف المتنازعة. فأنا يعني أعتقد أن التسمية هذا شيء مقدور عليه. الآن لا ننسى أن معظم جميع الدول الإسلامية فيها هذا المنصب، فلماذا لم يقف الحاجز الشرعي الذي يعني يتعذر فيه البعض ضد تولي المرأة؟ وزارة الأوقاف صرحت دكتورة، وزارة الأوقاف أعلنت هذا الأمر. لا، وزارة الأوقاف دائما ما تخرج يعني تصدر فتاوى، والفتاوى أو رأي، والرأي السلطة القضائية والقيادة، السلطة القضائية والتنفيذية والقيادة السياسية لها رأي، قد يتفق نعم مع مشورة وزارة الأوقاف، نعم، وقد يختلف، وفي هذه الحالة هناك اختلاف. نعم، فترين بأن إن شاء الله يعني القادم من الأيام بالنسبة للمرأة الكويتية توليها هذا المنصب إن شاء الله هو دفع بالأمام بالتأكيد. لكن أيضا هناك من يعول على موضوع المرأة عاطفية كونها وتكوينها وغيرها، فقد يؤثر لا سمح الله على مسار العدالة أو القضية، أو تتأثر كونها يعني مرأة في النهاية. العاطفة ليس سبة، العاطفة قد تكون ميزة كبيرة بالتأكيد، تتمتع فيها المرأة وتنفرد بها بالضبط. نعم، في هذه القضايا. بس بشير لشيء واحد، الآن أكثر الدراسات الغربية للمرأة القيادية، نعم، والقاضية للمرأة القيادية تبين تفوق المرأة في المنصب القيادي لأن عندها عامل العاطفة إلى جانب طبعا الأمور الموضوعية. فالعاطفة ليس سبة، بالعكس هي ميزة، وفي بعض القضايا قد تحتاج أن تعمل العقل والعاطفة والموضوعية معا. نعم، هل تتوقعين أن سيوكل لها مهام في قضايا متعددة مختلفة، جناح، جنايات، خصوصا قضايا الجناح اللي تحدثنا عنها هي قضايا كبيرة بالتأكيد، ومواجهة المتهمين وبعض المجرمين وغيره، هل تتوقعين أن ممكن المرأة تكون في هذه المنصة اليوم القاضية؟ والله شوف، هذا شيء ترتيبه في القضاء. نعم، لمجلس القضاء يوكل يعني المهام، يوكل لها ما يراه من مهام. لكن نظرتي للدول الأخرى التي تعمل فيها المرأة كقاضية من وقت طويل، نعم المرأة تتولى أكبر القضايا. لا ننسى أن الآن المحكمة الدولية فيها قاضيات، لا ننسى أن محكمة الاتحاد الأوروبي ترأسها امرأة. فيعني في مجالات كثيرة جدا تساهم فيها المرأة، وهذا شيء متروك مثل ما قلت للمجلس الأعلى للقضاء. وبعد في فترة، يعني خلينا نشوف الآن، هناك مجال تدريب تتدرب فيه المرأة في القضاء، في سلك القضاء، وتتدرج إن شاء الله إلى كثير من المناصب إن شاء الله. ودائما يعني الشواهد كثيرة لإنجازات المرأة الكويتية، وليس في العصر الحديث بل يعني بالمئات السنين منذ يعني تأسيس الدولة وقبل تأسيس الدولة، فدور المرأة واضح وجلي الأمانة في قضايا كثيرة ومحطات مختلفة وأزمنة مختلفة. فنسأل الله لهم التوفيق إن شاء الله، وهذه خطوة للأمام في هذا المجال. نعم، الجديد. نعم. فختاما دكتورة، إذا حابة تشيرين إلى نقطة والله معينة. أي والله، بس بذكر إن قضية دائما ما تثار هذه الأيام. نعم، وهي مسألة توطين القضاء أو تكويت القضاء. نعم،
بالضبط، هذه أنا أسميها توطين القضاء. القضاء في كل الدول من يعمل فيه هو مواطنين في الدولة، فهذا هدف لتوطين القضاء. يعني في الكويت عندنا أيضا هدف تكويت القضاء. لا شك أن القضاء يعني كثير من القضاء العرب والقامات الكبيرة خدمت الكويت في هذا المجال خدمة لا يمكن أن يعني نقلل منها أو ننساها، ولكن الهدف مستقبلا هو توطين وتكويت القضاء، ووجود المرأة هنا سيساعد في تكويت القضاء لا شك، وهو مثل ما قلت هدف مشروع لدولة الكويت. وأسأل الله أن إن شاء الله يوفق القاضيات اللي تولوا الآن، وأن يكون قدوة إن شاء الله للقاضيات القادمات. ومرة ثانية أشكر القيادة السياسية وأشكر المجلس الأعلى للقضاء لثقته في المرأة الكويتية وتمكينها في هذه السلطة المهمة. نعم، أسأل الله يوفقكم إن شاء الله أجمعين، وشكرا لك أيضا على قبولك هذه الدعوة. ضيفة عزيزة كريمة معنا الدكتورة موضي لحمود الوزير الأسبق، شكرا جزيلا لك. شكرا، شكرا لك يا راشد. شكرا، شكرا ضيفتنا الكريمة. مستمرين معكم إن شاء الله بعد الفاصل. مع بداية المرحلة الثانية من مراحل العودة للحياة الطبيعية، رجعت الحياة لكن بشكل جزئي إلى المؤسسات والهيئات الحكومية بعد انقطاع دام أكثر من 3 أشهر بسبب انتشار وباء كورونا. نسأل الله العلي القدير أن يزيل هذه الغمة عن هذه الأمة ويزيل عنا الوباء ويعافي الجميع يا رب يا كريم. اليوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية عادت للعمل من جديد باستقبال المراجعين وإنجاز المعاملات، وبارك الله فيهم وجهودهم، لأن شاهدنا التزاحم هنا وهناك. راح نتعرف على المواعيد وآلية المواعيد وآلية أيضا الهيئة العامة في الفترة القادمة وأيضا الفترة الحالية، كيف ستتعامل مع المراجعين ومن انتهت بطائقهم وغيرها وفي الهويات الإلكترونية. كل هذه الأمور راح نتعرف عليها مع ضيفنا عبر هذا الاتصال الهاتفي، وهو الأستاذ محمد الشمالي مدير إدارة السجل المدني بالهيئة العامة للمعلومات المدنية. مساك الله بالخير أستاذ محمد، وحياك الله. مساك الله بالخير، ومشكورين على الاستضافة، ونمسي على السادة المشاهدين. قواكم الله أستاذ محمد، ويا هلا ومرحبا فيك، وشكرا لكم ولباقي زملائكم العاملين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ونسأل الله لكم السلامة إن شاء الله. بالبداية طمنا على الاحترازات الصحية عندكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الهيئة قامت في تعقيم المبنى بالكامل قبل حضور الموظفين والمراجعين. لا. كما تم توزيع الكمامات والمعقمات على الموظفين، وتم تطبيق الاشتراطات الصحية عبر تجهيز صالات الانتظار لتحقيق التباعد الاجتماعي، وكذلك أيضا تم تحقيق التباعد الاجتماعي للموظفين نفسهم في مكاتبهم. جميل. الإجراءات اليوم تكلمنا عن الإجراءات لإنجاز المعاملات في الفترة الحالية. نعم، هو تم في البداية إطلاق نظام المواعيد في المعلومات المدنية لضبط الحضور، حضور المراجعين وتحديد أعدادهم بحسب طاقة العمل لدينا. نعم. وإن شاء الله إحنا ناويين نزيد عدد المراجعين إن شاء الله، ونزيد عدد المواعيد لاستقبال أكبر عدد ممكن من المراجعين، علما أنه تم خلال الأيام السابقة استقبال ما يفوق 800 مراجع. نعم. في الأيام السابقة كما تم توزيع ما يفوق 4000 بطاقة. هذا بالنسبة لنظام المواعيد. كما تم تجهيز قاعتين لكبار السن والمعاقين، صالة لكبار السن وصالة للمعاقين، تسهيلا لهم ولسرعة إنجاز معاملاتهم، وأيضا يكونون بعيدين عن أي تزاحم. أنت عارف كبار السن والمعاقين لهم تعامل خاص عندنا ومن زمان يعني، فحبينا نسهل لهم إن شاء الله. هذا إحنا نتكلم أستاذ محمد من يوم الثلاثاء اللي فات أول ما بديتوا، عدل الأسبوع الماضي.
الأحد بدينا نستقبل المراجعين. الأحد من هذا الأسبوع، الأحد اللي فات عدل؟ أي نعم. إذا 800 نعم. مراجع و 4000 بطاقة. ما يفوق ال 800 ويفوق ال 4000. طيب شو الموضوع الفيديو اللي شاهدناه، التزاحم والتدافع اللي موجود والبوابة وغيره؟ بالضبط. إحنا للأسف يعني أغلب اللي كانوا موجودين ما كان عندهم مواعيد. نعم. وعندما تم فتح الباب لاستقبال من لديهم مواعيد، تدافع باقي المراجعين يعني بشكل يعني غير حضاري نعم. نعم. وتواجدوا بالصالة بكثافة، فاضطرينا بعدها ان احنا نتعامل معاهم ونمشي امورهم، وايضا سكرنا الباب الرئيسي ان نخلص اللي موجودين عندنا، وتم بالفعل يعني إنجاز معاملاتهم وفضينا الصالة، وبعدين فتحنا الباب مرة ثانية للي عندهم مواعيد، وأيضا تعاملنا معهم. يعني اللي عندهم مواعيد سلس. اللي عندهم مواعيد تأخروا، واللي ما عندهم مواعيد تعاملتوا وياهم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. هني عفوا هني أنا بس أبي أشيد إن ثاني يوم يعني نشكر وزارة الداخلية على حضورهم وعلى تواجدهم لضبط الأمن. ثاني يوم كانوا موجودين عندنا وما زالوا، ونشكرهم جزيل الشكر لحفظ الأمن، يعني كان لهم دور كبير في حفظ الأمن وترتيبه وغيره وتنظيمه. نعم، يعني عملية التنظيم. نعم. الآن المواعيد أستاذ محمد، الناس تقول كان موعد، لما أقدم على موعد يعطيني موعد بعد أسبوع، بعد أكثر من أسبوع، يعني هذه الآلية تكلمني عنها. اليوم المواعيد أونلاين، أنا أحجز وأخذ باركود. بالضبط. إحنا مثل ما قلنا في البداية حطينا عدد معين، وقلت لك ان احنا راح نزيد ان شاء الله عن قريب العاجل، يعني يمكن خلال ايام بسيطه يعني. نعم. راح نزيد العدد بحيث ان اللي يدخل على نظام المواعيد يتحصل على موعد، وناويين ان شاء الله نزيد عدد المراجعين لخدمتهم، يعني احنا طيب. موجودين لخدمه الناس يعني. نعم. نوع المعاملات اللي راح تنجزونها بهذه الفتره القادمه؟ بالضبط، عندنا مكتب المواطنين يقوم بتغيير العنوان وشطب العنوان، وبالنسبة لحضور المالك للبصمة، وأيضا البدل فاقد وتصحيح وتغيير الاسم، هذا بالنسبة للمواطنين. أيضا مكتب الشهادات مخصص للمواطنين يصدر كافة شهادات للمواطنين. بالنسبة لمكتب الوافدين عندنا يقوم باستقبال الوافدين لإجراء البدل فاقد، وكذلك أيضا ما أنسى البدل فاقد للكويتي أيضا. نعم. واللي من بلغ 5 سنوات فما فوق، هذا يخص الكويتي أيضا والوافد. نعم. ماشين الآن في استقبال المواعيد واستقبال المراجعين، كما أنه طبعا نبي ننوه أن فرع الجهرة أيضا يوزع بطاقات، يتم تسليم بطاقات هناك لقاطنين محافظة الجهرة، وأيضا في مكتب تسجيل للمواطنين في فرع الجهرة. طيب بالنسبة لهذه الفئات اللي حضرتك وهذه أنواع المعاملات اللي ذكرتها موجودة في عند عملية الحجز وأخذ الباركود موجودة؟ نعم. لا نعم، إحنا هذه أنا كنت أبي أنوه عليها بعد. طيب. إن إحنا نطلب من السادة الجمهور إن يدخلون على موقع الهيئة لمعرفة الخدمات المتاحة واللي يستوجب حضور المراجع شخصيا، وايضا الاطلاع على الخدمات اللي ممكن تقديمها عبر الخدمات الالكترونيه. اذا الخدمات المتاحه بموقع الهيئه العامه للمعلومات المدنيه عدل، وايضا الموجود في الموقع اللي هو الطلبات والمستندات اللازمه لانجاز الهيئة. نعم ممتاز. شفت انا قبل فتره بعض الاخوان عندهم اثناء فتره الحجر الكلي او الحظر الكلي في هويات الكترونيه موجوده بتليفوناتهم، يعني الرقم المدني، الهويه، الصوره، هذا شنو موضوعها استاذ محمد؟ بالضبط، هذا برنامج هويتي. نعم. تم اطلاقه بنجاح يعني باهر بفضل السيد المدير العام السيد مساعد العسعوسي والسيد منصور المذ النائب المدير العام. نعم. وهذا البرنامج يعد انجاز يضاف لانجازات الهيئه، يتم من خلاله اولا تحميل البرنامج من على الاب ستور، ويتم من خلاله تحميل وتنزيل البطاقه الرقميه على الجهاز. ممتاز. جهاز التليفون. نعم. طبعا البطاقه الرقميه تحل محل البطاقه الاصليه،
بقوة القانون وبحكم القانون وبقرار صادر من معالي نائب رئيس الوزراء وزير الدولة شؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة سيد أنس الصالح باعتماد البطاقة الرقمية في كافة وزارات الدولة والقطاع الخاص وتحل محل البطاقة بحكم القانون. ممتاز، وهذه متوفرة حاليا. أنا اليوم راشد أنا محتاج هذه البطاقة وحاب أنها موجودة إضافة إلى بطاقتي اللي معي، أقدر أوفرها البطاقة الرقمية؟ نعم لديه بطاقة صالحة يمكن تنزيل هذا البرنامج. نعم. تحميل هذا البرنامج ويكون عندك بطاقة رقمية ويكون عندك بطاقة ثانية، وهذه متاحة للكويتي وغير الكويتي. اسم البرنامج يا أستاذ؟ هويتي أو كويت موبايل آي دي فقط، وعلى طول تنزل بكامل بياناته. ونعم يدخل على يحط الرقم المدني ويحط التليفون والرقم ممتاز. الجواز بالنسبة لهذا ويتبع التعليمات، يعني برنامج جدا سهل يعني. نعم بارك الله فيك، بارك الله فيكم استاذ محمد. انا وصلت للختام، لكن ودي اختم بهذه الجماليه اللي دائما تتميز فيها الهيئه العامه للمعلومات المدنيه، راح توصلون البطاقه للبيت. نعم تم طرح مزايده لتوصيل البطاقات الى المنزل وما زالت المزايده مطروحه، وان شاء الله الله يوفقنا ونخلص من هالموضوع حلا لخدمة الناس إن شاء الله ولخدمة المواطنين. بارك الله فيكم أستاذ محمد الشمالي مدير إدارة السجل المدني بالهيئة العامة للمعلومات المدنية، شكرا جزيلا لك. أشكرك جدا، أشكركم على الاستضافة. شكرا. كل الشكر لضيوفنا اللي تواجدوا معنا اليوم بسوالف الديرة، نلقاكم على خير إن شاء الله. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.